القاهرة تقدم النيل مسؤوليتنا، دفتر أحوال نهر النيل. من زمان كان المصري واعي لنهره، كان عارف انه هو شريان الحياة، علشان كده كان عارف ازاي يتعامل معاه. المصري اللي هو جد وجدك قدم للدنيا اول حضارة في الوجود، قامت على ضفتي النهر الخالد نهر النيل. احنا كمان هنكون زيهم، نحافظ على نيلنا ونصنع معاه مجدنا، وهنعلم ولادنا ازاي يحافظوا على النيل ويعيشوا في خيره. مصر مش بس هبة النيل، مصر هي أرض الخير. دكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري. صرحت وزارة الموارد المائية والري أنه تم مؤخراً إزالة 11 حالة تعدي على نهر النيل بمحافظتي الدقهلية والمنوفية، ليصبح إجمالي الإزالات 6557 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، والتي تستهدف إزالة أكثر من 50,000 حالة تعدي. النيل مسؤوليتنا، النيل مسؤوليتنا كلنا، النيل مسؤوليتنا، النيل مسؤوليتنا، النيل مسؤوليتنا، النيل مسؤوليتك، النيل مسؤوليتي، النيل مسؤوليتك انت شخصيا، فحافظ عليه. النيل مسؤوليتكم، نيلنا هنحميه وهنحافظ عليه، نيلنا هنحميه وهنحافظ عليه، نيلنا هنحميه وهنحافظ عليه، وهنبلغ عن اي تعدي عليه. تحيا مصر ويحيا نيل مصر، تحيا مصر ويحيا نيلها، تحيا مصر ويحيا نيل مصر، 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 نيلنا هنحميه وهنحافظ عليه. ويتجدد اللقاء مع دفتر أحوال نهر النيل، مع تحيات مروة خير الله وأيمن فتيحة.